عدوى. ينضم إلينا هاتفيا من رام الله أستاذ إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. معالي أستاذ إبراهيم ملحم، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين. يعني عندما نتحدث عن التطورات الأخيرة اليوم على الساحة، كنا نتساءل عن ما تقوم به اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كان هناك تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس والتأكيد على رفض التهجير لأبناء فلسطين من قطاع غزة، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس الفلسطيني مرارا. ما هي التطورات الأخيرة وخاصة في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ نحن اليوم أمام متوالية الدم المنفتحة على الجحيم، والتي تصب الطائرات والمدافع والزوارق الحربية النار على أجساد الأطفال اللائذين إلى مناماتهم في البيوت في أحضان أمهاتهم وآبائهم. تختنق الكلمات في هذه اللحظات، ونحن نتحدث عن حرب إبادة ومجازر مروعة ترتكبها قوات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا وينشغل بحق إسرائيل، حق الجاني بالدفاع عن نفسه. لعل القوة والغطرة سيمكن أن تدمر وتقتل، ولكنها لا يمكن أن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ويقينه بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال والحقائق الثابتة على كل عناصر الغطرسة. كما أكد سيادة الرئيس محمود عباس، فإن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه برموش عيونه وبنزف جراحه وبوجع معاناته، وأن الشعب الفلسطيني يؤكد دائما بأننا ونحن ندافع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، نأكل ترابنا ونشرب ظمأنا ولا نبرح أرضنا. طيب سيد إبراهيم، هل أخطرتم علما بوجود انفراجة في إدخال المساعدات، في إدخال مزيد من المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؟ هذا ما نأمله ونتطلع إليه دائما بحدوث هذه الانفراجة، وإن كانت حتى الآن الحديث عن سباق بين الشاحنات والطائرات. الشاحنات التي لا زالت واقفة ومتكدسة فيها المواد التموينية والغذائية وتقف على معبر رفح، بينما الطائرات تحصد الأرواح في جباليا. اليوم أكثر من 450 ضحية بين شهيد وجريح، والمستشفيات فاضت بالجرحى الذين تجاوز أعدادهم عن 25,000 جريح يتهددهم خطر الموت بسبب نقص المواد الدوائية والغذائية. وكما أكد المستشفى مدير المستشفى الأندونيسي أن لا شيء وصلهم في الشمال مما يدخل في الجنوب من مواد تموينية أو مواد طبية. ولعلك رأيت الصورة أصدق إنباء من أي كلام، كانت العمليات تجرى للمصابين في أروقة المستشفى وفي ساحاته، وكان الشهداء وكان الجرحى ينقلون في العربات التي تجرها الدواب. هكذا هو المشهد الدام المروع وسط انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وانقطاع الوقود الذي يغذي المولدات، والذي كما تحدث مدير مستشفى الأندونيسي بات على شفا الانقطاع التام، ما يهدد جميع المرضى والجرحى في المستشفى الأندونيسي. نعم، يعني وعندما نتحدث اليوم أيضا عن التغير في الموقف الدولي، هل ترى أي انفراجة يعني ولو بسيطة في تغير الموقف الدولي لوقف العدوان على أبناء قطاع غزة؟ للأسف ما نراه هو مجرد ثرثرة وضريبة كلامية وتعبير عن قلق إزاء الضحايا من الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ، والذي عبرت عنه منظمة اليونيسيف وقالت أن
غزة أصبحت مقبرة للطفولة، مقبرة للأطفال، وهذا ينبغي أن يهز الضمير العالمي. وتحدث أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وتحدث بشيء لا يوصف من حجم الدمار والقهر وما يتهدد السكان في قطاع غزة من مآلات قاسية وصعبة، وهم يكابدون حياة الجحيم بصب الطائرات على رؤوس الأطفال، حيث يقضي الأطفال والآباء والأمهات بين ركام البيوت وتكتم أنفاسهم تحت الركام. طيب. لا وجود لسيارات لإنقاذهم ولمعدات لإخراجهم من بين الركام البيوت. طيب. المهدمة على رؤوسهم ورؤوس آبائهم وأمهاتهم. سيد إبراهيم، سؤال أخير. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب يوم الجمعة. أنتم في الحكومة الفلسطينية، هل هناك أي مواعيد تم تنظيمها مع الجانب الأمريكي؟ لا أعتقد أن ذلك سيكون، والإدارة الأمريكية باتت شريك رئيسي في العدوان على شعبنا. نعم. ومن يرفض وقف النار يعني يعطي تصريح لاستمرار قتل الأطفال، هكذا هي الصورة بشكل واضح. شكرا. إذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت توصية، ونحن نعرف أنها ليست ملزمة بأغلبية 120 صوت، بالانحياز إلى قيم الحق والعدل ووقف النار عن رؤوس الأطفال، وعندما يخرج وزير الخارجية الأمريكي ويقول لا وقف للنار، يعني أن لا وقف لقتل الأطفال، لا وقف لقتل النساء.